لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف. نبدأها من أهم العناوين. في العربي الجديد، تغول الميليشيات في العراق ينعش موسم هجرة الناشطين والمدونين السياسيين. في جريدة الصباح، حسن الكعبي يطالب الوزارات بوضع خطة لاستيعاب الخريجين. في صحيفة الزمان، 6 كيانات في العراق وسوريا على لائحة داعمي الإرهاب. في موقع عربي 21، أكبر اختراق في تويتر، يطال أوباما وغيتس وشخصيات كبيرة. في العرب اللندنية، مدير مستشفى جزائري يقفز من علو شاهق بسبب كورونا. في صحيفة الرأي، الكويت تدرج شخصين وأربعة كيانات على القائمة السوداء. وفي شرق الأوسط، عقوبات أمريكية على طباخ بوتل لدوره في السودان. أهلا بكم. يقول الكاتب عبد الزهر الهنداوي إن عملية العزل ومقاطعة المصاب بفيروس كورونا من قبل أقرب الناس، وهنا الحديث ليس عاما، تتسبب بإحداث ضغط نفسي هائل على المريض، إذ ينتابه إحساس مر أنه يواجه مأساته وحيدا، ومثل هذا الشعور من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض مستوى المناعة لديه، ومن ثم قد يعرضه إلى الانهيار والهزيمة أمام الفيروس. ولهذا أقول إن مبادرة محمد البصري أسهمت في كسر الإحساس بالوحدة لدى المرضى، ليس فقط الذين كانوا قريبين منه، إنما حتى المرضى الآخرين الذين تابعوا تلك المشاهد. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي على المستويين الداخلي والخارجي بمشاهد فيديو ظهر فيها أحد الملكات الطبية في محافظة البصرة وهو يتعامل مع المصابين بفيروس كورونا بأسلوب مختلف وغير مسبوق، مستخدماً طريقة العلاج النفسي لأولئك المصابين. وهذا الأسلوب تمثل بتقديم وصلات غنائية ذات بعد إنساني عميق، مع تغيير في بعض مفرداتها لتكون منسجمة مع الحالة وبصوت يفيض عذوبة ومحبة وحناناً، مستثمراً خامة صوته النقية والجميلة، فكان من نتاج هذا الفعل التفاعل الروحي والإنساني. إن المبادرة المتفردة التي جاء بها هذا الملك النقي وما فعلته تلك الكلمات من تأثير جائح في نفس المريضة والرائع في الموقف، أن محمداً لم يكتفي بالغناء، إنما اقترب منها ليطبع قبلة تفيض حناناً فوق رأسها. وهنا أكاد أجزم أنهم لو أجروا قراءة لمستوى مناعة هذه المرأة ودرجة سعادتها في اللحظة التي كانت تستمع لمحمد وتستقبل قبلته، لوجدوا أن النسبة ارتفعت إلى مستويات عليا، لأن عملية العزل ومقاطعة المصاب بفيروس كورونا من قبل أقرب الناس تتسبب بأحداث ضغط نفسي هائل على المريض، إذ ينتابه إحساس مر أنه يواجه مأساته وحيداً. ويضيف الهنداوي، كما أن فعله هذا أعطى رسالة مهمة مفادها أن المصابين ليسوا خطرين إلى درجة الرعب، بل إن بالإمكان الاختلاط بهم والتعامل معهم شريطة الالتزام بالإجراءات الوقائية، وهم بأمس الحاجة إلى الرعاية النفسية قبل الطبية. ولذلك أقول إن محمد البصري فتح الباب على مصراعيه أمام الجميع، وقال بلسان الحب والحنان إن هؤلاء المرضى هم أهلنا وأحبتنا، فتعالوا نرعاهم كي ننقذهم من براثن كورونا، وهي دعوة مفتوحة لجميع الفنانين بمختلف مستوياتهم وكل من يجد في نفسه القدرة والرغبة والشجاعة. يقول الكاتب نزار محمود، ليس هناك من يضمن مستقبل شعب من الشعوب أكثر من التعليم في أبعاده التربوية والمعرفية والمهارية والسلوكية، فعندما يفشل التعليم وتفسد أخلاقيات أطرافه، فإن مستقبلاً مظلماً ينتظر أجيالنا الصاعدة.
وللأسف الشديد فإننا نعيش الفشل والفساد في تعليمنا. إن اغتيال الأخلاق الوطنية لعله الأقسى في تأثيره الجمعي المباشر والفردي بصورته غير المباشرة. إن ما يعيشه العراق في الوقت الحاضر تعبير صارخ عن اغتيال الأخلاق الوطنية وبأشكاله المختلفة. إنه شعب العراق الذي جرى اغتياله على يد أعدائه وأبنائه من الضالين. إن مفهوم الاغتيال لا يقتصر بالطبع على ما نعرفه من أمر التصفية الجسدية لإنسان ما، وإنما يتعداه واقعياً ورمزياً إلى أشكال متعددة أخرى سأتي لعرضها في المقال. يبدو أن قدر هذا الشعب أن تدور في ساحاته المعارك التاريخية لتسيل دماؤه أنهاراً تدفع موجاتها جثث القتلى ويلون ماءها حبر الكتب الموؤود. كما أريد أن أشير إلى أن المقال يبحث في اغتيال شعب العراق منذ نهاية خمسينات القرن الماضي وبمراحل ودرجات مختلفة. فمنذ العام 1958 والعراق ينزف دماً جراء الانقلابات والثورات والتناحرات والتصفيات الجسدية، فجميع الأنظمة السياسية أعدمت وقتلت وعذبت خصومها من أبناء شعبها على اختلاف درجات تلك الأفعال، كما لم تكن المعارضات والمقاومات بأقل منها وحشية حيث أمكن لها ذلك. لا يمكن استثناء نظام أو مرحلة في فترة البحث من اغتيال للإرادة السياسية للمواطن العراقي بصورة مباشرة وغير مباشرة، بوعي وبدون وعي. فمن يستذكر مرحلة قاسم سيتولد لديه الانطباع بأن الشعب قد انحاز إلى اليسارية والشيوعية وإلى القومية العاطفية في زمن عارفه، وإلى البعثية حتى ما قبل الغزو الأمريكي والاحتلال الإيراني والطائفية العرقية بعد ذلك الغزو. ولا زال لقد عاش الشعب العراقي مرحلة اغتيال إرادة بشعة. ويضيف الكاتب: هناك من لا يؤمن أساساً بالعراق الوطن، وهناك من يجد فيه غنيمة تاريخية، وثالث وجدها فرصة للثأر من ومما كل ما هو وطني. كما أن منظومة الأخلاق الجمعية هي الأخرى دعامة من دعائم الأخلاق الوطنية التي اهتزت كما لم يحصل مثيلاً لها في التاريخ. ويضيف الكاتب: لقد باتت السرقات والفساد والنهب وشراء الذمم والرشاوى والعمولات الفاحشة وعدم نزاهة القضاء والمشاريع الوهمية وشهادات الزور والتجاوزات على ممتلكات الناس وكرامتهم على جدول الأعمال اليومية للحياة في العراق. يقول الكاتب رعد أطياف: هذه الفجيعة الكبرى أوسع من كونها طائفية سياسية، لذلك فإن الأحزاب فيما بينها ابتدعت عقدا سياسيا غير مكتوب مفاده التغطية المتبادلة لكلا الطرفين جراء السكوت على زبائن بعضنا البعض. الأحزاب الحاكمة بمختلف هوياتها المذهبية زبائن بعضها لبعض، فخطاب المكونات والمحاصصة هو القشرة الداخلية التي توحي بالندية فيما بينهم. فالخطاب الطائفي بعمومه خطاب ماكر وموارب يغازل الخائفين من أحداث التاريخ السياسي القريب. المهم أنهم يشتركون في جوهر واحد، وهو تنكيل واحتقار ناخبيهم. إن الواقع السياسي العراقي الحافل بالتعقيدات يسلط على طرق تفكيرنا كمية هائلة من العنف لتحريك الراكد وتوليد أسئلة جديدة نبغي من خلالها العثور على مادة تحليلية جديدة. فهي بالتالي محاولات لا تتمتع بأحكام قطعية بقدر ما هي محاولة لطرح إشكاليات جديدة عبر إعادة النظر في طرق تحليلنا للواقع السياسي العراقي الراهن. لذلك ثمة سؤال يخامر الذهن ويلح عليه مفاده: هل حقاً أن مفهوم الطائفية السياسية يمكنه أن يحلل واقعنا السياسي بشكل واضح وجلي؟ هل يصلح هذا المفهوم كإطار مرجعي لتفسير السلوك السياسي لهذه النخب السياسية؟ هل يمكن أن تكون الطائفية السياسية هي الشرعية الوحيدة التي ترتكز عليها النخب السياسية العراقية؟ من خلال هذه الأسئلة تتقفز في الذهن عدة حقائق، ولعلها ستحيلنا إلى مشكلة أخرى، وهي أن هؤلاء المسيسين يتعكزون على شرعيات عدة لا تقتصر على الشرعية الطائفية، من ضمن هذه الحقائق الملكية، الإقطاع، القبلية. ونحن كما نرى كل هذه الشرعيات حاضرة ومتحكمة في المشهد السياسي،
ذلك أن السياسي العراقي يستمد شرعيته من وقائع لا تنتمي إلى الشرعية الديمقراطية بقدر ما يستمدها من قضايا تاريخية تنتمي إلى حالة ما قبل الدولة الحديثة. يمكنك أن تعثر على شرعيات مختلفة باستثناء الشرعية الديمقراطية، فهي النقيض التاريخي لكل أشكال الاستحواذ المشوه. ويضيف الكاتب: أما الخطاب الطائفي ولغة المحاصصة هما الفزاع التي تؤمن الخائفين وتبقيهم في سباتهم العميق، والخائفون هنا هم الناخبون الغارقون بأشواقهم المذهبية التي حولوا من خلالها المذهب إلى طقس رتيب وديانة شعبية تترجم نفسها على أنها نمط من أنماط التحرر الذي تمنحه الديمقراطية، ومع ذلك فهم زبائن ليس إلا. إن السلطة العراقية الجديدة هي سلطة زبائنية ومحسوبية بامتياز، قائمة على نهب المال العام وشراء الذمم، ولا يقف أمامها دين أو مذهب. تقول الكاتبة هدى الحسيني: يدرك النظام ذلك جيدا ويخشى من أن تدفع هذه الأزمات والمشكلات الإيرانيين لمواجهة قواته الأمنية وجها لوجه، لكن أفراد قوات الأمن وعائلاتهم تأثروا كذلك بالوضع الاقتصادي القاسي، فهل سيؤثر ذلك على ولائهم للنظام الذي كان قويا حتى الآن؟ لم يعد النظام على يقين من الجواب عن ذلك، هو لا. يقدر خبراء في الشأن الإيراني أن الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة إلى النظام الذي صار يدرك أنه يواجه طريقا مسدودا. تتعامل إيران حاليا مع أزمة اقتصادية وسياسية وداخلية غير مسبوقة، وهي نتيجة مباشرة لسياساتها الخارجية والداخلية، في حين يركز العالم منذ أكثر من أسبوعين على سلسلة من الانفجارات والحرائق في البنية التحتية الرئيسية وبرامج الأسلحة الإيرانية، بدءاً من حدثين في 26 من يونيو حزيران بانفجار كبير في مصنع صواريخ خوجير بالقرب من طهران، وانفجار محطة كهرباء في شيراز أغرق المدينة في الظلام. وفي 5 و6 من يوليو تموز تسربت مزيد من المعلومات من إيران على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يشير إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن حوادث أخرى حتى الآن، بالإضافة إلى بعض الاضطرابات في الفترة نفسها. وفي 2 يوليو اندلع حريق هائل في منشأة غير معروفة في شيراز. وأيضاً في 3 يوليو تعرض مستودع كبير للبضائع غير المعروفة في سلمس بالقرب من طهران لأضرار جسيمة في حريق كبير. ومثل حرائق 2 و3 يوليو لم يتم الإبلاغ عنها في وسائل الإعلام الإيرانية. وحتى الآن تتكرر الأحداث يومياً في إيران، وهي غريبة ولافتة. تعرضت إيران أيضاً إلى اهتزازات بسبب احتجاجات كبيرة في الأسابيع الأخيرة بسبب الفشل في دفع الأجور من الجهات الحكومية والخاصة، ولا سيما في مقاطعة الأحواز جنوب البلاد، حيث وقعت انفجارات وتسرب للغاز في 4 يوليو. وتضيف الحسيني: وقد تكون ساعته بدأت تدق، لأن محنة الشعب الإيراني لن تزول، وسيستمر فيروس كورونا في تدمير البلاد وقتل مزيد من الإيرانيين. المضحك أنه في ظل كل هذه الكوارث يوقع وزيرا دفاع إيران وسوريا على اتفاقية دفاعية مشتركة. السؤال المطروح: هل سنرى في الأشهر القليلة المقبلة بداية سقوط النظام الإيراني من الداخل؟ يرغب كثير من الإيرانيين في ذلك، وإذا كانت هناك أي فرصة للشعب الإيراني ليحظى بحياة كريمة واستعادة بلاده، فيجب تحقيق هذا السيناريو. يقول الكاتب شفيق الغبرة: بينما يدور جانب من الصراع الأمريكي مع إيران حول قضايا محددة كالنووي ودور إيران في الإقليم، لكن الولايات المتحدة في ظل إدارة ديمقراطية جديدة ستكون أقل حماسة للتصدي للدور الإيراني في الإقليم، بل ستكون تلك الإدارة أكثر حماسة للوصول لتسوية مع إيران، وربما تنشأ تحالفات هدفها التهدئة وتغير سلوك إيران بلا مواجهة مباشرة. هذه احتمالات قائمة تتناقض مع الخط العام لإدارة الرئيس ترامب. أما حول القضية الفلسطينية، فالواضح أن الولايات المتحدة لن تعيد السفارة لمكانها في تل أبيب، لكنها لن تؤيد الضم والاحتلال واستمرار بناء المستوطنات.
يمكن التنبؤ نسبيا بأن فوز جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي سيغير الكثير من المعادلات الأمريكية. لقد قلب ترامب السياسة الخارجية الأمريكية في مجالات عدة تتعلق بالصين وأوروبا وإيران وسوريا وفلسطين، كما قلب ترامب سلبا معادلات تتعلق بالتجارة العالمية والمناخ والبيئة. سيكون لزاما على بايدن في حال فوزه العمل على تحقيق تغيير جذري في السياسة الخارجية الأمريكية. إن التغير الذي سيعم السياسة الخارجية الأمريكية في حال انتخاب بايدن سيكون حتميا. ستكتشف الولايات المتحدة مع انتخاب بايدن أن التوجهات الشعبية الأمريكية تعارض التورط في حروب جديدة، كما يعم الرأي العام الأمريكي حالة ضيق من آفاق التدخل العسكري في دول أخرى، وذلك بسبب العبء الاقتصادي والأمني لهذه التدخلات. لذا سيكون العهد الديمقراطي أكثر مهادنة للدول الإقليمية كإيران وتركيا والصين وغيرها من الدول. وبنفس الوقت لا يعرف بأي اتجاه سيسير الكونغرس الأمريكي في العلاقات مع الدول العربية، حيث اكتسح الحزب الديمقراطي انتخابات الكونغرس. من جهة أخرى، قد تكون وتيرة الدعوة الأمريكية للديمقراطية ولحقوق الإنسان أعلى وأقوى في حال مجيء كونغرس ديمقراطي ورئيس ديمقراطي في الوقت نفسه. منذ انتخاب ترامب والإعلام الأمريكي برمته تحول لسلطة رقابة حاسمة على البيت الأبيض. ويضيف الغبرة إن الموقف الأمريكي سيكون متأثراً بالأجواء الإقليمية وبمدى مقدرة الفلسطينيين على بناء حراك جديد يتواجه مع سياسات الاستيطان والضم في الحقبة القادمة. بعد الانتخابات سيشهد الدور الأمريكي مزيداً من التراجع، لكن ذلك لا يعني نهاية الدور الأمريكي العالمي، بل سيعني تراجعاً لهذا الدور ولجوئه للغة التحالفات والتعاون. ستبقى الولايات المتحدة دولة كبرى مؤثرة، لكن دورها لن يكون كالسابق، وقدراتها لن تسمح لها بأن تكون بوليس العالم. يقول الكاتب أحمد المغربي في الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقضي به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. خطابنا هنا للقاضي الأول الذي قضى بالحق وليس بالقانون الذي يخالف الحق. الحق أحق أن يتبع، والحق صفة مجردة لا تنتمي إلى دين أو جنس أو عرق أو حاكم أو قانون أو زمان أو مكان. لما جاء للحديث عن قضية فلسطين فالجميع يعرفها، وملخصها: شعب تآمرت عليه شعوب كثيرة، وصنع العالم من عصابة مارقة قوة كبيرة طردته من أرضه على مرحلتين، الأولى في عام 1948 والثانية في عام 1967. ومنذ تاريخ الأول وهو يطالب بحقه ويعمل للعودة إلى وطنه الذي هجر منه أو الذي يقيم فيه تحت سلطة الاحتلال، مع العلم أن قضيته هي القضية الوحيدة في العالم في موضوعها وفي صمود شعبها وإصراره على العودة وانتقال هذا المطلب وهذا الإصرار من جيل إلى آخر. تضم المقاومة الفلسطينية مجموعات كثيرة تتحد في الهدف وإن تعددت في المرجعية، وغالبية عملها المقاوم لم يخرج عن نطاق مجابهة الصهاينة على أرض فلسطين كونهم محتلين. ما يعني هو هذا النوع من النضال بالذات، مع أن العمل المقاوم يكون داخل فلسطين المحتلة، إلا أن علاقاته قائمة ومتشابكة وشائكة مع دول الجوار ومع محيطه العربي والإسلامي والعالمي كذلك. إذ المقاومة تتنوع وفقاً لتنوع متطلبات الصراع، سياسية واجتماعية واقتصادية ومالية وعسكرية وتربوية وغيرها، وهذه كلها متشابكة لا يمكن أن تنقطع عن الآخرين. وهذا يعني وجود تداخل وتواصل بين المقاومين في فلسطين من جهة وجيران فلسطين والآخرين من جهة أخرى. الحديث الشريف يعرفه جميع القضاة في عالمنا العربي، واستشعارا بأهمية الحق، فإن من أهم حقوق الدنيا على الإنسان مناصرة المظلوم، إذ المظلوم تصاحبه المناصرة والمعابدة والحماية والتكافل من قبل جميع البشر.
فكيف إذا كان المظلوم تفرض مناصرته الشريعة الإسلامية ومبادئ العروبة والقوانين كافة بدءاً من القانون الطبيعي وانتهاءً بالضمير البشري الحال الحي والفطرة السليمة؟ مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. يعاني موقع تويتر من مشكلة أمنية ستؤدي إلى تعديلات كبيرة وربما إلى أزمة في أسهم الشركة، حيث تعرضت حسابات رسمية على الموقع تابعة لعدد من الشخصيات البارزة في الولايات المتحدة من أمثال بيل غيتس وباراك أوباما وجو بايدن وأيلون ماسك وجيف بيزوس وكبريات الشركات الأمريكية مثل أبل وأوبر لعملية قرصنة ضخمة تمكن خلالها المقرصنون من نشر إعلانات تدعو متابعي هذه الحسابات لإرسال مبالغ بعملة بيتكوين الرقمية مع وعد بمضاعفتها. وأشارت بعض المصادر إلى أنه تم اختراق لوحة التحكم وأصبح بالإمكان التحكم في جميع الحسابات وتغيير الأرقام السرية ونشر تغريدات. ومن المتوقع أن يكون هناك تسريبات كبيرة لكلمات السر وبيعها على الإنترنت كما حصل سابقا مع عدة منصات مختلفة. وفي خطوة تبرز حجم خطورة المشكلة، اتخذ تويتر خطوة غير معتادة تمثلت في منع بعض الحسابات الرسمية على الأقل من نشر أي رسائل، وأمهل بعض هذه التغريدات المزورة التي ما لبث أصحابها أو أصحاب الحسابات المستهدفة بعملية القرصنة أن حذفوها. كل متابع لهذه الحسابات 30 دقيقة لكي يرسل إلى عنوان محدد مبلغا بعملة البيتكوين ليحصل مقابلها على ضعف هذا المبلغ. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.